السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على موضوع ديال الفيزا ديال التاشيره ديال السياحه. جميع المتتبعين كيسولوني وراه بغينا السياحه، لان كندوينا على داكشي ديال الدراسه، واكثر كيسولوني عاوتاني السياحه، فيزا ديال السياحه من بعد الوباء ديال كورونا. شنو قولوا لنا الفيزا ديال السياحه، شنو فين وصلات؟ واش ممكن هذا العام ناخذ فيزا ديال السياحه ديال شينغن، ديال فرنسا، ديال اسبانيا، ديال ولا لا؟ المهم الاخوان، قبل ما نبدا في هذا الفيديو، اللي مازال ما اشتركش اشترك عندنا في القناه ديالكم في اليوتيوب مصطفى البارودي، وخليو لنا جيم وكومونتير اخوان. كما عرفتوا شي وحدين كيلعبوا كره هنا، كما عرفتوا الاخوان بان الفيزا توريست توقفات طيله سنه 2020 بسبب الجائحه، يعني الوباء ديال كورونا اللي وقف شل الحركه العالميه، فوقفات هذه الفيزا. احنا الان في 2021، واش ممكن مصطفى، السؤال مطروح، واش ممكن بان تكون فيزا هذا العام هذا؟ واش غادي يعطيو ولا ما يعطيوش؟ واش غادي تكون معقده كي بحال قبل، ولا هذا العام غادي يرخفوا شويه؟ انا ندوي لكم على اسبانيا وجميع التقارير اللي كنقرا على اسبانيا، وكمتتبع الاخبار الاسبانيه ومتتبع الاقتصاد الاسباني. كتعرفوا بان الاقتصاد الاسباني، عندي معلومه، الاقتصاد الاسباني يعني في المرتبه الاولى شكون؟ السياحه. اسبانيا تعتمد اقتصادها اكثر من 50% من الاقتصاد الاسباني في المرتبه الاولى فهو السياحه، لان اسبانيا دوله سياحيه معروفه، كتدخل اكثر من 80 مليون في العام ديال السياح. المغرب يلاه داير داك انه يعني الرؤيه ديال انه يوصل 10 مليون سائح، اسبانيا 80 مليون سائح سنويا. اذا الاقتصاد الاسباني مبني على هذه القضيه هذه. فاش اسبانيا وقفات وسدات، ما كانش عند البديل، ماشي بحال المانيا كتصنع السيارات، وخا كورونا كانت كتصنع السيارات. نو اسبانيا ملي سدات الحدود صافي خنقتيها، ما بقاش عندها سياح، ما بقاش فلوس، الاقتصاد اللي كان في المرتبه الاولى ما بقاش عندها. اذا الخطه ديال وزاره السياحه وديال الوزاره وديال الحكومه كامله شنو هي؟ يا اننا خصنا نعاودوا هذا المجال هذا، خصنا نعرفوا كيفاش نلعبوا معاه هذا العام، خصنا ندخلوا منه شويه ديال الفلوس. الدوله راه شحفات، الاقتصاد راه طاح بسبب الجائحه، من حيث الحدود مسدوده كل شيء. شنو خصنا نديروا؟ خصنا نهيئوا الاجواء ونعاودوا نديروا يعني واحد الحمله تعريفيه بالسياحه الاسبانيه، فموجودين كل شيء حقيقه. شوفوا الميناء مثلا ديال الخزيرات، شوفوا الميناء ديال طريفه، شوفوا المطارات، بزاف ديال المطارات تم الاصلاح ديالها والتشييد ديالها والتكبير ديالها. جميع الميناءات ديال الخزيرات تم يعني كبروهم وداروا واحد الاصلاحات كبيره، علاش؟ للاستقبال، ودائما كيكتبوها لاستقبال عدد كبير من السياح، وهذا وحنا موجودين ظروف ملائمه، وهذا يعني كترويج للسياحه الاسبانيه. اذا الاخوان، بالنسبه للفيزا السياحه غادي تكون هذا العام، انا كنقول فاش غادي تفتح ان شاء الله في الصيف، غادي تكون واحد العدد كبير غادي يعطيو للسياح المغاربه، والمغرب راه كيعطيو واحد الفئه كبيره ديال السياح كيجيو من المغرب. راه سولوا الاخوان ديالكم اللي كاينين هنايا، راه فاش كتهبط في الصيف للمالاغا، ولا فاش كتهبط للكاديس، ولا كتهبط للمناطق هنا، او لبرشلونه طلع عليها ولا هذا، وهنا في سيبيا، راه كتلقى واحد العدد كبير ديال السياح المغاربه اللي جايين بالطوموبيلات وبالرونج، وكاين الدراوش ولاد الشعب في حالنا حتى هما كيجيو، وكل شيء يعني كانوا كيعطيو اصلا. لكن هذا العام انا كنقول لكم يقينا ان شاء الله، التقارير وداك الشيء كيقولوا بانهم خصهم واحد العدد كبير ديال السياح باغيين يدخلوا الفلوس، بحال اللي شحفوا واحد شحف بقى عندهم هذا، غتعطي قرعه المغرب يهبط عليها، يعني غادي يفتحوا للسياحه باش انهم يدخلوا واحد العدد كبير. اذا فيزا ديال السياحه خوتي 2021 غادي اسبانيا تعطي واحد العدد كبير ديال السياح، غير اللي ان شاء الله باغي يجي سياحه يوجد الملف ديالو، يوجد الدوسي ديالو مزيان، يدرس الدوسي ديالو مزيان ويتوكل على الله. راه هذا العام كاينه فرص ديالنا تاخذ فيزا توريست كبيره، كاينه فرص كبيره. نقولوا شنو هي الشروط؟ قلت لنا مصطفى هذا العام غادي يقبلوا بزاف، يعني ديال شحال تاخذي؟ قلت لنا هذا العام هذا راه غادي يقبلوا بزاف ديال السياح، اتفقنا. ولكن شنو الشروط؟ واش ممكن تا هذا اللي يدفع؟ وشكون؟ نقول لكم شكون هما الناس اللي ممكن انهم يدفعوا فيزا سياحه ويجيو. حتى ولاد الشعب، انا عزاز عليا ولاد الشعب، كنقول ولاد الشعب علاش؟ لان الاخرين لاباس عليهم، ما محتاجينش ليا وما محتاجينش للمعلومات ديالي، عندهم الفلوس كيمشي لاجونس طنطن. حنا عطي الامل للناس اللي ولاد الشعب ساكن، الامل ولاد الشعب. شكون هما الناس اللي ممكن انهم يحصلوا على فيزا توريست، فيزا سياحه، ويجيو يقلبها قرايه،
ممكن انك تقلبها فيزا دراسه وتحصل على الاقامه، ممكن انك تجي وتريح، ممكن انك تجي تضرب دويره وترجع. المهم كلها الاغراض ديالو كلها والمخططات ديالو. الناس اللي ممكن انهم يدفعوا، الا كنتي كتقرا ولو في عمرك 25 عام ممكن تدفع، لكن شنو خصك؟ خص اللي يضمنك. شكون هو الضامن؟ الضامن انه ممكن انه يكون عمك، خالك، باك، اختك، نسيبك، اي واحد خدام شي خدمه زوينه كتشد واحد السالير زوين ممكن انه يضمنك فيزا سياحه وتجي. الشرط خصك تكون يعني قاصر قل من 18 عام، او يعني ستوديانتي مازال كتقرا، ولو فايت 18 عام مازال كتقرا، ما تكونش يعني داك كدا 30 عام ولكن 28 26 مازال كتقرا في لافاك، كتجيب الشهاده بانك كتقرا، يعني ممكن انه يضمنك عمك، ممكن خالك، ممكن باك، ممكن يضمنك اي واحد. واش هذا اللي غادي يضمنني؟ خصو ضروري يكون موظف. الا كان موظف مزيان، الا كان نجار وعنده روجيست كوميرس ديالو مزيان، الا كان حلاق مزيان غادي يضمنك حتى هو، ولكن خص روجيست كوميرس. الا كان فلاح ممكن غادي يضمنك، غادي يجيب مثلا بان شهاده ديال الفلاح مع عند القايد كدير وهذا الى اخره، وكيجيب يعني الاثبات ديال الارض والماشيه اللي عنده الى اخره. الا كان شكون، الا كان متقاعد وعنده واحد السالير ديال التقاعد، الوالد ديالك متقاعد وكيشد مثلا واحد 4000 درهم ولا 5000 درهم، ممكن انه يضمنك. انا كندوي على ولاد الشعب، ما اللي كيجد اكثر الله يسهل. كذلك هادو دوينا حنا دابا على الطلبه اللي شي واحد ممكن انه يضمنه. كذلك الا كنتي انت كتخدم، انت غادي بغيتي ديرها لراسك، الا كنتي كتخدم شنو الشروط؟ انا دابا ما كنجبدش الملف بالضبط، ولكن كنعطيكم فكره عامه على الفيزا سياحه. شنو هي الشروط؟ انت الا كنتي كتخدم خصك تكون عندك كونترا سي دي اي، متفقين؟ سي دي اي يعني كونترا مفتوحه، الا بقيت عاقل كونترا مفتوحه، ما تكونش داك كونترا ديال لا نابي كلشي حاجه ديال شي كونترا ديال 6 شهور ولا نو، شي كونترا تكون مفتوحه، والمينيمو تكون عندك واحد 3000 درهم في الصالير. 3000 درهم ممكن، ولكن دابا الشباب راه كاملين اكثر هي كيخدموا ب 3000 درهم، رغم ان كاين 1000 2000 درهم وكذا، 2000 درهم ما غاديش يعطوك فيزا سياحه، بيرو 3000 درهم ما فوق ممكن كونترا تكون عندك مفتوحه، تكون فيه اكثر من 6 ديال الشهور في العمل ديالك، تكون بانك مديكلاري اكثر من 6 شهور في الضمان الاجتماعي صافي، وكتجمع الدوسي وتكون حاط واحد 3 ديال المليون في البنكه ولا 4 ولا 5 ولا المهم فوت تاجدك جوج، فوت جوج فهمتي، كتحطها وكتجيب داك 3 شهور الاخرى ديالك وكتدفع. يعني الا كنتي انت كتخدم ولو كتشد 3000 درهم ممكن انك تشد فيزا سياحه. وقلت لكم هذا العام ديال 2021 غادي يعطيو لجميع الطلبات، انا كنقول بعدا زعما زعما كمتتبع كمتتبع المحلي هنايا 90% ديال الطلبات ديال التاشيره غادي يعطيوهم هذا العام ان شاء الله، ملي غادي يفتحوا غادي يعطيو. علاش؟ راه قلت لكم راه الاقتصاد ديال اسبانيا شفات، والاقتصاد ديالها هي مبني على السياحه، اذا غادي تبغي انها تستقبل السياح. اذا الاخوان وهذا الخبر، ونتمنى لكم التوفيق، نتمنى نكون عطيتكم واحد الفكره على يعني الاجواء ديال السياحه كيفاش تكون هذا العام. يعني غادي تكون ان شاء الله غادي يكون واحد الرواج كبير، غادي تكون فرص انهم يعطوا العدد كبير. وقلت لكم شكون هما الناس اللي ممكن انهم يدفعوها، يعني مولات الشعب، اي واحد ممكن يضمنك والضمانات الى اخره. المهم الا بغيتوا شي سؤال خليوه لي في الكومونتير، كنجاوب على الكومونتيرات كاملين. ما تنساوش الجيم وبارطاجيو معنا، واللي مازال ما مشتركش يشترك وفعل جرس الجرس باش في ما كنلوح انا شي فيديو كيوصلك. تحياتي لكم ومع السلامه.